طيب دكتور، في السؤال اللي هو بخصوص التخصص، يعني متى أنسب وقت إني أختار التخصص؟ والتخصص لما أختاره هل يعتمد على معدلي أو على درجة الاختبار الهيئة، أو في اعتبارات أخرى في اختياري لتخصص معين دون ثاني؟ طيب، هذا السؤال ممتاز وله شقين. حكاية اختيار التخصص، أنا حضرب لك مثال بالشقين. طيب، الشق الأول، الشخص هذا اللي قال من سنة تانية، قلت له أنت إيش إن شاء الله راح إيش تعتقد راح يصير؟ في كثير من الدفعة يقول أنا نيورو سيرجن. أنت عمرك جربت نيورو سيرجن؟ نيورو سيرجن زي واحد صاحبنا كذا نعرفه كذا، نيورو سيرجن، أنا نيورو سيرجن، أنا نيورو سيرجن، بعدين يطلع انه ربنا يشيل عنه الغمامه هذه، فهمت كيف؟ يطلع انه وات از ذس، ما يمديني. تخيل لو انا الان اقول لك انا في سنه ثانيه ابغى اصير نيورو سيرجن، وانت بكل اللحم هذا اللي انت فيه قل لي كيف حتقدر توقف في العمليات هذه اللي قدي كذا ساعاتها؟ سو جاست بي رياليستيك، كاني انا ابغى اقول لك والله ما حدخل كليه الطب، ابغى العب جمباز. It doesn't make sense, okay? So أول شيء he cannot judge التخصص وهو في سنة متقدمة، يعني ما يندي هو في سنة ثانية ثالثة رابعة يا دوب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، خامسة وسادسة he have to go to the clinic يشوف المرضى حقونهم، he invest in himself، يبدأ يشوف هل هو من جد يحب هذا التخصص، لما يروح العيادة did he really like it، وبعدين يسمح لنفسه في الانترنشيب انه يجربهم كلهم، let him be an open minded. هذا الشخص اللي هو عنده حب لشيء، اوكي، هذا السيناريو A اللي عنده حب لشيء، he have to try it but he have to be open minded. لازم لما يروح الانترنشيب، والله انا اعرف في ناس قالوا الاختيار الاول، تعرف اول شهرين يحطوا في الانترنشيب الشيء اللي ما يبغوه، بعدين ثاني شهرين وثالث شهرين هذه الاشياء اللي first choice و second choice. والله انا اعرف، يمكن ما هو عدد قليل، بس انا اعرف عدد جيد من الاشخاص كان اخر شهر هذاك اللي خلاه كذا، اللي كان يبغى يرميه في الزباله، فهم كيف؟ لما راح واكتشف نفسه والدكاتره حبوه. طيب، وفي بعض الاشخاص وانا منهم يعرفوا هذا الموضوع بعد الريزيدنسي ما تبدا، بعد ما يغلقوا سنه الامتياز. انا جلست 4 سنين احاول اختار لي تخصص، جربت كل تخصصات العالم، الشيء الوحيد اللي كنت اكرهه واللي ما ابغى اسويه هو اللي تخصصت فيه، اللي كنت رافضه تماما، الانترنال ميديسن واز توتالي نو، اي ام ان اكسلنت انترنس اي بروميس يو. طيب، فيعتمد على نفسك اختيار التخصص، يو هاف تو بي اوبن. فانا دائما اقول واحد يجيني يقول لي والله يا دكتور انا معدلي جيد وفي ال والجي بي اي حقه ما هو قد كذا، والاس ال اي ما هو قد كذا، وانا ريلي اي وانت تو بي ان اوبثالمولوجيست، بليز جيف مي ا بريك. طيب، حيقدموا معاك ناس they will always be better than you. بس لو واحد جاني وقال لي انا ابغى اصير اوبثالمولوجيست وهذا الشيء اللي انا مره احبه and he is good، صدقني لو راح سوى روتيشن مع ناس يكونوا شطار وشافوا شطارة يده، على شرط انه يكون شطارة يده كويسة. واحدة من الاشياء اللي جربتها من في التخصصات حقتي كانت اوبثالمولوجي، بعد الاي ان تي سويت اي ان تي، جلست شهرين وبعدين اي كودنت دو اني ثينج، ماني شايف الفتحات، فبعدين قاموا قالوا لي ليتس دو اوبثالمولوجي، وكانوا محتاجيني في عملية فدخلوني. اي ريلي وينت ان، كان مع سعد وهيل، لوكتا قال لي شايف يا نزار؟ شايف ايه يا دكتور؟ شايف ايه؟ It's very very small. أنا فتحة الخشم ما كنت شايف وهم بيشيلوا اليوم. I cannot see هذا. قال لي الله just help me now, just help me now. It doesn't look like ophthalmology. قلت له أنا أحب العين بس يا ريت أنا ما أسوي عمليات فيها. أنا يدي ترعش من أشياء في الأورثو. I was kicked out of OR. قال لي عبد الله العثمان، قال لي يا نزار أنت ممكن إنك تكون تحب الأورثو، صحيح ممكن، أنا باين عليك إنك يعني مرة نفسك انك تسوي اورثو، بس يا ولدي والله ده ما في كونكشن بين مخك وبين اياديك، الاسلاك مقطعه، يو دونت هاف اني جود تالنتد هاندز، والله يو دونت هاف ات، احنا نقول لك اضرب في مكاني تضرب في مكان ثاني توتالي ديفرنت، والله جو اند فايند سمثينج ايلس. المشكله تخيل لو انا جاني اكتئاب كان دحين لقيتني في مستوصف، بس اي نيفر سرندر. طيب، حتى الشيء اللي انا لما ربي كتب لي اني اصير انترنست بمقبول
طيب with no internal medicine experience, no research, but I was very good in my interview. You can still get a position. أنا أعرف أشخاص تقديرهم جيد و they still got ophthalmology and plastic surgery علشان they were so good in their rotation في الامتياز و they were so good in their interview. لأنه من يوم ما يدوك interview إذا أنت كنت كويس في المقابلة then things will fly. وأرجع بس للمسألة الإيمانية، أتمنى إن هذه توثق لي الكلمة هذه إن شاء الله، وأنا بحاول إني أقولها في كل مكان. Please لما أنت تظن إنه أنت تبغى ophthalmology and you believe so and people tell you are a great ophthalmologist وتستخير الله وتقول له يا رب استخير لي، ما ينفع إنك تقول له استخير لي and لما تلاقيها ما هي راضية تمشي تحاول سنة واثنين. أنا أقول للناس أنا مستعد تحاولوا 3 سنين 4 سنين والله ما عندي مشكلة. You try applying 4 years, I don't have a problem. لكن تخيل 4 سنين وثلاثة سنين تحاول وانت تستخير له كأنك تقول له one of two things. شوف يا ربي أنا بقول لك إن كنت تعلم أنه خير لي في أمر ديني ودنيا عاقبة أمري، بس والله ترى الأوبثالمولوجي مرة كويس. شوف يا ربي ترى يعني يليتك إنك تخليها أوبثالمولوجي لأنه ترى يعني أنا مستخيرك بس هو اللي كويس. It's very stupid. أو إنك تكون في المرحلة الأخرى إنك أنت تقول له والله يا ربي أنا أبغى أوبثالمولوجي مستخيرك، بس ترى أنا معدلي ضعيف وما أظن إنك تقدر تسويها. أنت يا ربي والله يعني ما تقدر تجيب لي انترفيو، وإذا دخلت الانترفيو ما تقدر تقنع الناس إني ممكن أسوي أوبثالمولوجي. كأنك تقول له إنه مستحيل. فالناس اللي تستخير ما تستخير بقلب مؤمن، تستخير بقلب عليك لك عليه. طيب يستخير الله يبغى يتزوج واحدة يقوم يقول له يا رب استخير لي قالت لي، فيرفض أهلها وبرضه لكن والله تراها يا ربي كويسة، والله كويسة صدقني this is the one. انت كأنك تقول له يعني أنا أقول لهم خليك بكرامتك وخليك مؤدب مع الله. الأدب مع الله شيء مهم في الدعاء. قل له يا رب أبغى أسير أوبثالمولوجيست، يا رب ساعدني أبغى أسير أوبثالمولوجيست، بس ما تقول له استخير لي. لما يستخير لك then you have to follow الاستخارة لأنه هو قادر على كل شيء. أم إذا استخرت وأنت غير مؤمن به إنه قادر على فعلها فأنت كمان ناقص إيمانك. فيصير اختيار التخصص is not an issue. I still became a very الحمد لله successful physician طول ما إني حاولت في الشيء اللي كنت أكرهه. It's you who decide. الناس اللي قرروا إنهم انظلموا من دفعتي وسووا تخصصات هم ما يبغوها واستسلموا هم الآن جالسين في قهاوي they are أسوأ ناس في تخصصهم، لأنهم طول الوقت لما تقول لهم ليش يقوم يقول لك والله أنا ما هي مسؤوليتي أصلا أتعلم، أصلا سويت تخصص أنا ما أبغى. Because he didn't believe إنه الله استخر له. He believe إنه he know better than God. أنا أعرف أحسن منك، أنت خليتني أصير راديولوجي، أنا ما كنت المفروض أصير راديولوجي. أنا صحيح استخرتك بس أنا كان المفروض أصير obstetrician. This is wrong. Okay. You are meant to be something. You have to follow اللي الله سبحانه وتعالى استخر لكم. Okay.